السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله لسنة ستة مكملين مع بعضينا مراجعة تيت الامتحان، والنهاردة معانا مراجعة مادة الدراسات. دي مش أول مراجعة تنزل الدراسات، نزلنا تاني مراجعات قبل كده، بننزل مراجعات لجميع المواد من الصف الرابع إلى الصف الثاني الإعدادي، تمام؟ عشان دي إيه فترة امتحانات. كل حاجة محتاجينها موجودة في قائمة تشغيل الصف السادس. محتاج أي مراجعة افتح القائمة، يبقى نعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلنا إن شاء الله كل جديد، وهنسيب لكم لينك مراجعة أسفل الفيديو عشان فيها نسخ غير مجابة عشان نتدرب عليها في البيت. عندنا النهاردة اختبارات متوقعة يخرج عنها الامتحان. الاختبار الأول، السؤال الأول، لاحظ الخريطة ثم صوب ما تحتوي خط. يشير رقم واحد ده لجبال طروس وهي أحد حدود الوطن العربي الجنوبية. لا طبعا إيه، هنخليها الشمالية. يشير رقم اتنين لمضيق باب المندب. لا ده مضيق جبل طارق. يشير رقم ثلاثة ده لإحدى دول الجناح الإفريقي الآسيوي. السؤال الثاني، يكمل عبارة ترتيب المناسبة من كلمات سمي العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأي ولاد؟ بعام الفيل. أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على يثرب اسم إيه؟ اسم المدينة. عرفت الدولة الإسلامية الدواوين في عهد الخليفة. عرف الدواوين في عهد الخليفة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال الثالث، اكتب كلمة صواب أو من العبارة الصحيحة أو كلمة خطأ أو من العبارة غير صحيحة. نزل وحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى ليالي شهر ربيع الأول. طبعا خطأ. مخالفة الرماة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كان السبب في هزيمة المسلمين في غزوة أحد. صواب. نقل الخليفة علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم مقر الخلافة إلى الكوفة. صواب. اعتنق أبو بكر الصديق رضي الله عنه الإسلام خلال المرحلة الهجرية من الدعوة. خطأ. السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة. تقع أصغر الدول العربية مساحة في الجناح الإفريقي الآسيوي الأسترالي الأوروبي. طبعا في الجناح الآسيوي. أنشئ أول أسطول بحري في الدولة الإسلامية لتأمين سواحل مصر والشام من هجمات الروم الفرس المغول الأحباش. طبعا الروم. إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي السيدة نقط، أسماء بنت أبي بكر، خديجة بنت خويلد، أمينة بنت وهب، حليمة السعدية. طبعا خديجة بنت خويلد. أجب عما يأتي، فسر أمر الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم. هنقول بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حروب المرتدين. طيب اكتب دليلا واحدا على صحة العبارة قدم الرسول صلى الله عليه وسلم بالثانية للتسامح يوم فتح مكة 8 هجرية. قال لك عفا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة وأعطاهم الأمان. وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. اختبار التاني بيقول لي لاحظ الخريطة ثم يجب على الأسئلة بكلمة صواب أو خطأ. يشير رقم واحد لدولة عربية في الجناح الآسيوي. طبعا دي خطأ. يشير رقم اتنين لدولة يلتقي فيها جناح الوطن العربي. صواب. يشير رقم ثلاثة لأصغر الدول العربية مساحة. خطأ. أكمل العبارات الآتية بمناسبة. نزل جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء.
أول أسس بناء الدولة الإسلامية في المدينة هو بناء المسجد. كان نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام هو النظام إيه ولاية القبلي؟ أخطر الإجابة الصحيحة. هاجر المسلمون هجرتهم الأولى إلى يثرب، اليمن، مصر، الحبشة. طبعا إلى إيه ولاد؟ إلى الحبشة. أولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم هي غزوة إيه؟ بدر، أحد، حنين، حنين ولا تبوك؟ طبعا غزوة بدر. أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد إلى بلاد الإيه ولاد؟ العراق، النوبة، المغرب، الشام. طبعا الشام. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم خلال شبابه بحرفتي الرعي والإيه ولاد؟ الرعي والتجارة. السؤال الرابع، من يكون أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة عام 5 هجرية؟ ده سلمان الفارسي. ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان. حاول هدم الكعبة بجيش كبير ولكن الله حفظها، إبراهيم الأبشي، أبراهة الحبشي، سوري أبراهة الحبشي. أجب عما يأتي، ماذا يحدث إذا لم تنكر قريش عداء لا توقعاته في صلح الحديبية؟ طبعا هسيب لكم إيه السؤال ده تجاوبوا عليه. بعد كده أكتب نتيجة واحدة ترتبط على الموقع الجغرافي المتميز للوطن العربي. قالك أدى لإيه؟ تحكمه في أهم طرق التجارة العالمية. تحكمه في أهم طرق التجارة العالمية. ايه تاني؟ طمع الكثير من الدول للسيطرة على ثرواته على مر العصور. الاختبار الثالث، لاحظ الخريطة ثم ايه ثم اجب. يصل المضيق واحد، ده مضيق جبل طارق، بين البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي، خليج عمان ولا البحر الاحمر والخليج العربي؟ طبعا المحيط الاطلنطي. يشير رقم 2 الى البحر الاحمر، الاسود، الكاريبي ولا الميت؟ طبعا الاحمر. رقم 3، نشأت في الدولة رقم 3 حضارة ايه؟ مصر مصرية قديمة، بلاد العراق القديم، بلاد الشام، مملكة سبأ القديمة. طبعا دي ايه ولاد؟ بلاد العراق القديم. السؤال الثاني، اكمل العبارات الاتية، ظلت الدعوة الى الاسلام سرية لمدة ايه ولاد؟ 3 سنوات. اجتمع زعماء قريش للتخطيط لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم في دار ايه؟ في دار الندوة. انتهى عهد الخلفاء الراشدين باستشهاد الخليفة مين؟ علي بن ابي طالب. السؤال الثالث، اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. وعد البنات من الصفات الحسنة لسكان شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام. طبعا خطأ. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة الحج قبل صلح الحديبية. خطأ. استكمال الفتوحات الإسلامية من أبرز أعمال الخليفة عمر بن الخطاب. صواب. المرتدون هم القبائل التي رفضت دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. صواب. السؤال الرابع، ضع دائرة حول المختلف فيما يلي مع ذكر السبب. عمر بن الخطاب، زيد بن ثابت، أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان. المختلف هنا زيد بن ثابت. ليه؟ لأنه ليس من الخلفاء الراشدين. السؤال
سوريا، اليمن، الصومال، السعودية. طبعا الصومال لأن الباقيين دول الجناح الأفريقي. سوريا الباقيين أي جناح آسيوي هي جناح أفريقي لأنها من دول الجناح الأفريقي. كتابة القرآن في مصحف واحد، نقل الخلافة للكوفة، إنشاء البحرية الإسلامية، الفتوحات الإسلامية. طبعا نقل الخلافة. الحاجات دي عملها عثمان بن عفان، لكن دي ايه؟ أحد أعمال الخليفة علي بن أبي طالب. وليس عثمان ابن عفان. السؤال الخامس بقى بيقول لك ايه؟ قارن بين نتائج كل من غزوة أحد وغزوة الايه الخندق. هنقول مثلا كده غزوة أحد، هنقول تحول نصر المسلمين إلى هزيمة. بسبب مخالفة الرماة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. غزوة الخندق قال لك انتصار المسلمين على قريش وحلفائها. دون قتال. اختبار الرابع. لاحظ الخريطة ثم أجب. يشير رقم واحد إلى الصحراء. إيه يا ولاد؟ دي الصحراء الكبرى. يشير رقم اتنين إلى مضيق. إيه ده؟ ده مضيق باب المندب. تلاتة البحر. إيه يا ولاد؟ ده البحر أو بحر أي بحر العرب. أكمل العبارات بما يناسبها. اشتهر تجار مكة بقيام رحلة تجارية إلى الشتاء في رجوع حفني ولاد إلى اليمن. اتفق النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية على هدنة مع قريش مدتها إيه يا ولاد؟ 10 سنوات. اشترى بئر روما وجعلها وقفا للمسلمين هو الخليفة مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. السؤال الثالث بيقول لك الجناح الآسيوي صح ولا غلط؟ يعني للوطن العربي أكبر مساحة من الجناح الأفريقي. صواب. أحد أعمال الخليفة أبي بكر الصديق صلى الله رضي الله عنه وضع التقويم الهجري. طبعا خطأ. لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بصدق الأمين قبل بعثته. صواب. تقع كنيسة القيامة في سوريا. خطأ. اختر الإجابة الصحيحة. يعود فتح مصر لعهد الخليفة رضي الله عنه أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. طبعا عمر بن الخطاب. الخليفة الذي قام بتنظيم الشرطة هوا علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان. طبعا علي بن أبي طالب. إحدى العادات السيئة لسكان شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام الوفاء بالعهد، الكرم، الشجاعة، وادي البنات. طبعا وادي البنات. السؤال الخامس بما تفسر بناء المسجد في المدينة؟ ليكون مقرا للحكم وإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
طبعا برضو مركزا للعبادة، قيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغزوات كانوا بيعملوا كده لحماية الدين الإسلامي والدفاع عن أنفسهم ضد المشركين. الاختبار الخامس، لحظة الخير سوم أجب صوب صوب، يعني الجملة دي غلط، بيشير رقم واحد لماضيك ايه يا ولاد؟ جبل طارق؟ لا ده ماضيك هرمز. يشير رقم اتنين الحد الغربي للوطن العربي وهوى المحيط الأطلنطي. يشير رقم تلاتة إلى دولة ايه؟ جمهورية السودان. أكمل العبارات، أحد الممرات المائية المهمة في مصر هو قناة السويس. وثيقة وراح الرسول صلى الله عليه وسلم تدعم الحرية، حرية العقيدة، هي صحيفة المدينة. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم منذ الثامنة من عمره في بيت عمه أبو طالب. اكتب كلمة صواب أم العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أم العبارة الخاطئة. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب، خطأ. انتشرت الصناعات الخفيفة كالسيوف في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، صواب. أنشأ الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ديوان الجند، خطأ. تقع دولة جزر القمر في المحيط الهندي، صواب. اختر الإجابة الصحيحة. استمرت الدعوة الإسلامية السرة لمدة ايه يا ولاد؟ قلنا ايه؟ 3 سنوات. أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب؟ طبعا أبو بكر الصديق. بعد كده بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسائل إلى الملوك والحكام يدعوهم للإسلام بعد الهجرة للحبشة، غزوة أحد، صلح الحديبية، ولا فتح الإيه؟ مكة. طبعا صلح الحديبية. أجب عما يأتي، اكتب سببا واحدا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الهجرة للحبشة، ليه؟ لأن بها ملكا عادلا. يلقب بالنجاشي. ما المقصود بالمهاجرين؟ قال لك هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. كده يا ولاد نكون انتهينا من حل 5 اختبارات مهمين جدا لناخد معاهم الامتحان. اختبارات متوقعة مادة الدراسات، أي حاجة محتاجين نفتحها قائمة تشغيل الصف في سلس، مراجعات لجميع المواد وأكتر من مراجعة لكل مادة. فريت نعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلنا إن شاء الله كل جديد، ونعمل متابعة لصفحة الفيسبوك نفس اسم القناة كده بالظبط، ونزل عليها الحلول وبرفع عليها الوحدات. بتمنى لكم نجاح البال والتوفيق بإذن الله. كانت معكم ميس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.